94 مع انك انت اشول. انا كنت بلعب افريت وكهرباء افليفت. كنت بتضم الجو وتشوط. طيب مين بقى اللي غير مركزك من هاف رايت لباك ليفت؟ والله لما طلعت انا بقى فريق اول مع الاسماعيلي كان ايامها كابتن محمود جابر وكابتن عماد سليمان، لعبت مع ده ولعبت مع ده. بس انت حظك ان انت لعبت مع نجوم في نادي الاسماعيلي، نجوم تقيله وليها وزنها وليها اسمها، فانت محظوظ ان انت تكون موجود مع نجوم بالحجم ده اللي كانوا موجودين في نادي الاسماعيلي. اكيد طبعا ده شرف ليا ان انا لعبت مع النجوم دي كلها، وكابتن حمص طبعا، وكابتن محمد محسن ابو جريشه، وكابتن حسن عبد رب، وكانت فرقه تقيله فعلا. عايز اسالك على المنافسه في النادي الاهلي ناحيه الشمال، عندنا علي معلول وعندنا ايمن اشرف، شايف المنافسه ازاي معاه؟ بص، هي المنافسه صعبه طبعا ومسؤوليه اكبر على اي حد فينا. اللي يشارك المفروض اللي هو يبقى على قد المسؤوليه، واللي هو يبذل اقصى حاجه عنده عشان يسعد بس جماهير النادي الاهلي يعني. لكن طبعا منافسه تكون شريفه، منافسه فيها حب واجتهاد. اكيد طبعا شريفه، طبعا احنا كلنا اخوات يعني. طبعا طبعا، ودايما ده اللي بيميز ابناء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان كلهم في الاخر بيتعبوا لصالح الكيان ولصالح النادي الاهلي. لا كلهم طبعا، الاحترام المتبادل ما بيننا كلنا، اللعبة كلها بتحب بعض، ما فيش اي مشاكل خالص.